السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome everybody. اليوم بإذن الله تعالى هنقرأ وهنكتب مع بعض قطعة من كتاب أبو الكيمياء من إنتاج كولينز بيك كات. Today we're gonna read and write a piece of paragraph from this book, أبو الكيمياء, produced by Collins Big Cat. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كان والدي عطارا. كان يستعمل النباتات لتحضير الروائح والعطور والتوابل، وكان أيضا يحضر الدواء للأمراض المختلفة. كان ك ك ك كان 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 والدي والدي و و مد بالألف long vowel ألف و لي والي والي دي والدي والدي مد بالياء long vowel ياء دي والدي 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 عطارا عطارا ع ع عط عط حرف الطاء بيتنطق مرتين وي برونونس طاء تو تايمز عط عط طبعا زي ما احنا عارفين ان المره الاولى طاء هتكون ساكنه والمره الثانيه الطاء هتكون عليها فتحه. Always when we find shadda, we must pronounce the letter two times. The first time is with sukun, and the second time with fatha. Atta, mad bil alif, long vowel alif. Atta, atta. Run, run, attaran. طبعاً هنا عندنا صوت حرف النون في آخر الكلمة. We have the sound of noon in the end of the word. Attaran. عطارا. طيب ايه سبب ان احنا عندنا صوت حرف النون؟ السبب ان عندنا تنوين بالفتح. التنوين بالفتح لما بنلاقي علامتين فتحة اعلى اخر حرف وفي بعدهم حرف الالف، ده مش مد بالالف. What is تنوين بالفتح؟ تنوين بالفتح when we find two fathas on the top of the last letter followed by alif and this alif is not pronounced like long vowel alif. عطارا. يبقى ازاي هننطق حرف الراء؟ حرف الراء هنا هيتنطق بالشكل ده را run run. We pronounce this part like this run run. عطارا 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 عطارا. يستعمل يستعمل يا yes yes ت yes ت yes تع yes تع yes تع مي مي yes تع مي لو يستعمل 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 النباتات النباتات النباتات. ناخد بالنا كده، أول صوت حرف في الكلمة سمعناه هو صوت حرف الألف. The first sound we heard in this word is the sound of ألف. أن أن. وتاني صوت سمعناه هو صوت حرف النون. And the second sound is نون. أن أن. حرف النون بيتنطق مرتين. We pronounce نون two times. أن أن. طيب ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، إن إحنا عندنا في الكلمة ديت حرف اللام ولكن لا ينطق، يكتب ولا ينطق. We have in this word lam. This lam we don't pronounce it. We just write it. اللام ديت بنسميها لام شمسية. لما بنيجي نضيف الألف واللام لأي كلمة هتبدأ بحرف النون يبقى حرف اللام لا ينطق. When we add L
to any word starts with noon, we don't pronounce the lam. Al means the. Anna, anna, anna ba, anna ba, anna ba, anna ba. مد بالالف. Long vowel alif. Anna ba ta, ta, anna ba ta, ta. Long vowel alif. مد بالالف. Anna ba ta ti, ti. النباتات. تعالوا نشوف مقاطع الكلمة. Let's check the syllables of this word. يبقى عندنا في المقطع الأول عندنا حرف الألف، حرف اللام، حرف اللام لا ينطق، وبعد كده عندنا حرف النون هيتنطق مرتين عشان عندنا شدة، المرة الأولى ساكن والمرة التانية عليه فتحة. بعد كده عندنا حرف الباء عليه فتحة، مد بالألف. بعد كده عندنا حرف تاء ويمد بالألف، وأخيرا عندنا تي. طيب تعالوا نقسم الكلمة لمقاطع. يبقى في المقطع الأول هيبقى عندنا أن، هذه المقطع الأول. This is the first syllable. المقطع الثاني نا. المقطع الثالث با. الرابع تاء. الخامس تي. يبقى عندنا كم مقطع؟ 1 2 3 4 5 5 syllables. We don't pronounce lam. We pronounce noon two times. The first time was sukun, the second time was fatha. And then here in this syllable we have two letters because we have long vowel alif and we must connect it to the previous letter. And the same thing here. In this syllable we have two letters, long vowel alif and the previous we must connect it to the previous letter. And finally we have t. النباتاتي. النباتاتي. ما تنسوش ان في المقطعين دول عندنا في كل مقطع منهم حرفين. السبب ان عندنا مد بالالف، يبقى لازم ادمج المد بالالف مع الحرف اللي قبله، ونفس الشيء هنا. النباتات لتحضير. لتحضير. لي لي ت تح لتح لتح ضي لتحضي ضي لتحضي لتحضير 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 الروائح. الروائح. الر الر حرف اللام هنا لا ينطق. We don't pronounce this lam. لما بنيجي نضيف الألف واللام لأي كلمة هتبدأ بحرف الراء يبقى عندنا لام شمسية. When we add L to any word starts with راء we don't pronounce the lam. We call it لام شمسية. الر الر و و مد بالألف long vowel ألف و الر و إي الروائي حي الروائحي الروائحي الروائحي. ما ننساش don't forget حرف الراء هنا بيتنطق مرتين، المرة الأولى ساكن والمرة الثانية عليه فتحة. We pronounce ra two times. The first time is with sukun and the second time is with fatha. الروائحي الروائحي الروائحي. والعطور والعطور و وال عو طو والعطو طو والعطو والعطور والعطور وال والعطور والعطور والتوابل والتوابل و والت والت حرف التاء
بيتنطق مرتين. We pronounce that two times. وتا. وناخد بالنا حرف اللام هنا لا ينطق. We don't pronounce this lam. لام شمسية. وتا. و. وتا. بي. والتوابي لي. والتوابلي. 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 أيضا. أي. ض. أي ض. ضن. أيضا. أيضا. تنوين بالفتح. يبقى الجزء دوت بيتنطق بالشكل ده. ض. ضن. We pronounce this part like this. ضن. أي ضن. أيضا. أيضا. يحضر. يحضر. يو. يو. ح. يح. يحضي. يحضي. حرف الضاد بننطقه مرتين. We pronounce ضاد two times. يحضي. عندنا هنا كسرة. دي علامة كسرة طالما هي أسفل علامة الشدة. This is كسرة because it is under شدة. يحضي. يحضرو. 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 الدواء. الدواء. أدى. 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 حرف اللام لا ينطق. We don't pronounce this da. We don't pronounce this lam. أدى. و. و. مد بالألف. Long vowel ألف. أدى و. أدى و. أ. أدى و. أدى و. أدى و. للأمراض. 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 لي. لي. لل. لل. أ. للأ. أم. للأم. للأم. را. را. مد بالألف. long vowel ألف. را. لل. أم. را. ضي. ضي. للأمراض. 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 المختلفة. المختلفة. ال. مو. مخ. المخ. ت. المخت. لي. المختلي. ف. المختلفة. ف. المختلفة. 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 كان والدي عطارا. كان يستعمل النباتات لتحضير الروائح والعطور والتوابل. وكان أيضا يحضر الدواء للأمراض المختلفة. أتمنى أن حلقة اليوم تكون عجبتكم. I wish you like the class. ونشوفكم في حلقة تانية. And see you in another one. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.